تحت شعار دور أقلام التوثيق بالمحاكم والأمناء الشرعيين في الحفاظ على ممتلكات الأوقاف ووثائقها، نظمت الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع وزارة العدل اليوم في محافظة إب لقاء تشاوري مع أقلام التوثيق في المحاكم والأمناء الشرعيين بالمحافظة. ولذلك في هذا اللقاء التشاوري يجب أن يتشاور الأمين الشرعي والتوثيق ومكتب الأوقاف لتنفيذ التعليمات الصادرة من وزارة العدل ومن هيئة الأوقاف في عملية القيد وفي عملية تبادل المستندات. نحتاج أيها الإخوة إلى وقفة كاملة، سواء من موظفي الأوقاف أو من أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين أو من الإخوة القضاة في المحاكم والنيابات، لكي نستعيد هذا الحق المهضوم. لو فرطنا في مال الأوقاف، لو جورنا في مال الأوقاف، لو مكنا أحدا من مال الأوقاف وحولنا له من مال وقف إلى مال حر، ما هو موقف الواقف من ذلك منا؟ وماذا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يفعله بنا وينصفه منا إن نحن غيرنا أو بدلنا؟ وفي اللقاء أكدت الكلمات على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على أموال الأوقاف والتنسيق المشترك والفاعل في معالجة الاختلالات وبما يحافظ على أموال الأوقاف، مشيرة إلى أهمية دور أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في الحفاظ على أراضي وممتلكات الأوقاف. ومن باب أولى أن يدرك ذلك المعنيون ومنهم علاقة مباشرة بمال الوقف، خصوصا دور أقلام التوثيق والموثقين والأمناء الشرعيين في الحرص والحفاظ على مال الوقف، باعتبار الدور الذي يقومون به له أهمية كبيرة وحساسة فيما يخص الحفاظ على مال الوقف. ماذا ستكون إجابة الإنسان إذا سئل يوم القيامة عن تحويله مال الوقف إلى مصالح شخصية له ومكاسب وغنائم، وهو مال محرم صرفه في غير ما صرف له؟ وكذا العمل على بناء علاقات أخوية متينة، أخوية إيمانية قوية ومتينة، بما يكفل النهوض بالأوقاف لتقوم بدورها الريادي في إعمار بيوت الله وإحياء المدارس والأربطة العلمية ودعم دور الأيتام والفقراء وكافة شرائح المجتمع وفقا لمقاصد الواقفين. هذا اللقاء التشاوري يصب في مساري بناء الدولة اليمنية الحديثة وترسيخ العمل المؤسسي القائم على قاعدة بيانات صحيحة، والعمل التشاركي بين وزارة العدل ممثلة بأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين وهيئة الأوقاف. أحمد المجيدي، محافظة إب.